السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوكل على الله والثقة في النفس والإخلاص في العمل 40 يوما يجعل اللسان منبع الحكمة. سبحان الله، كل شيء خلق في الحيوانات فيه دلالة عظيمة على قدرة الله عز وجل، ففي الخلق إعجاز في النمو. سبحان الذي جعلها مخلوقات حيوانية خلقت من أجل منفعة الإنسان وإفادته، فسبحان الذي سخرها للإنسان ليأكل لحومها. ومن عظيم قدرته إنه جعل فيها البركة. والله 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 عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. سبحان الله، مع قلتها وكثرة من يأكل لحومها ويشرب شرابها من الإنسان، إلا أنها تبقى من أكثر الحيوانات وجودا على سطح الأرض، وكذلك مذكورة في القرآن: ولحم طير مما يشتهون. سبحان الله، عند التفكير في حياة جميع المخلوقات سوف نجد إن الخالق عز وجل قد سخر لكل إنسان، لكل كائن حي، الحياة المناسبة له.